مساء الخير. بقلب قضاء جبيل الممتد بالتاريخ إلى أولى حروف الحضارات الإنسانية، بترتاح البلدة فوق تليلة السبعة وبتلامس أقدامها مياه البحر على مساحة 5 كيلومتر. كتبت فيها مئات القصائد والكلمات، ولعل أبرزها كان من زوجة رئيس مجلس النواب الفرنسي، يلي قالت هي أجمل بكتير من كل اللي نحكى عنها. وصف المؤرخ الفرنسي أرنست رينا بأحد الرسائل بالعبارة التالية: كانت الجنة بالنسبة إلي ولمرتي ولشقيقتي. لقبت بعروس بلاد جبيل بسبب إطلالتها المميزة على البحر، ولقبت أيضاً ببصرة لبنان لكثرة أشجار النخيل فيها، ولكنها حافظت على اسمها اللي حملته من مئات السنين واشتهرت فيه، وهو عمشيت. بتوقع عمشيت بقضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان، بتبعد عن العاصمة بيروت حوالي 37 كيلومتر و3 كيلومتر عن مدينة جبيل مركز القضاء، وبتبلغ مساحة أراضيها 532 هكتار أو 5.32 كيلومتر مربع. بتشتهر عمشيت بشاطئها اللي بيبلغ طوله 5200 متر، ويعتبر واحد من أجمل الشواطئ اللبنانية اللي بتغص بالزوار طوال فصل الصيف. تمتاز البلدة بجمال أبنيتها وقصورها التراثية المشيدة على النمط المعماري القديم اللي بيتنوع بين العمارة اللبنانية التقليدية والعمارة التركية، الإيطالية، الفرنسية وغيرها. يعتبر مناخ البلدة من الأفضل بلبنان، بحيث بتمتزج رطوبة الشاطئ مع هواء الجبل الجيف والنقي ليشكلوا سوا مناخ منعش ومعتدل طوال فترات السنة. تنتشر بعمشيت مئات أشجار النخيل اللي أحضرها أهالي البلدة من الأقطار العربية وخصوصاً العراق، وقد أكسبتها الأشجار منظر ساحر بتنفرد فيه عن باقي البلدات اللبنانية. لم يكتشف آثار قديمة بعمشيت بتعود إلى العصر الروماني أو الفينيقي سوى بعض النواويس المدفونة بالقرب من كنيسة مارجريس، ولكن بيتواجد فيها العديد من الصروح الأثرية الدينية مثل كنيسة مارزخيا اللي بعود تاريخ بنائها إلى القرن السادس، وكنيسة سيدة نايا المبنية بالعهد الصليبي، وكنيسة مار صوفيا اللي يرجح أنها مشيدة على أنقاض معبد فينيقي. على الرغم التمدد العمراني وتزايد السكان، احتفظت عمشيت بأنواع متنوعة من الأشجار الحرجية اللي بتنتشر بالشوارع وبين البيوت مثل الغار، الصنوبر، الشربين والكينا. اشتهرت عمشيت بالعديد من الزراعات اللي تطورت عبر الزمن، من زراعة التوت إلى الزيتون والتين المميز اللي حمل اسم البلدة، إلى زراعة الكرمة اللي نتج عنها صناعات عديدة مثل البيض، الدبس وغيرها. رد الأبوين يوسف حبيقة وإسحاق أرملة اسم البلدة إلى اللغة الآرامية وبيعني قوم شيت أو أهل شيت. أما بعض المؤرخين فردوا الاسم إلى السريانية وبيعني غاص وغطسة. أما المؤرخ البطريرك بولس مسعد فقد رد الاسم أيضاً إلى أصل سرياني وبيعني الشعب السادس. الطريق الساحلية عبر أوتوستراد بيروت جبيل هي أفضل الطرق المؤدية إلى عمشيت. أما شو هي بعض البلدات اللي رح تمرقوا فيها لحتى توصلوا على هالبلدة، متعرف عليها سوا بهالخريطة. طريقكم من بيروت على عمشيت رح بتمر بي الدورة، أنطلياس، جونية، طبرجة، جبيل، وصولاً إلى عمشيت. عمشيت
اسمها كبير بالمنطقة، هو جاي من تاريخ عمشيت، من سكنة عمشيت من حوالي 900 سنة. البطرك أرميا العمشيتي تقريبا من 900 سنة موجود، وأهله بسنة 1800 اشتهروا كتير بغناهم، كانوا عندهم ملكين كبار، ملكين بقضاء جبيل. حتى بلدية جبيل أو الكوميسيون تبع جبيل كان مجبورين يكون في اثنين من عمشيت لأنه كانوا ملكين بجبيل. عمشيت هي ضيعة مساحتها 5 كيلومتر مربع، شطها 5 كيلومتر تقريبا، يعني اليوم يمكن 100 متر زيادة، 200 متر، بس 5 كيلومتر شطها. نعمل فيها شط وكورنيش حلو كتير بعمشيت، الناس عم تستعمله مشان رياضة المشي ومشان الرياض عليه. وتاني شيء مركز سياحي حلو، أنشئ عليه مطاعم بحرية مشهورة بيقصدوها إن كان السياحة من لبنان أو خارج لبنان. تبعد عن بيروت حوالي 40 كيلومتر، وهي تواصل لمدينة جبيل من جهة الجنوب. يعني عمشيت هي امتداد لجبيل، بيفصلها جسر اسمه جسر جيج. أكيد عمشيت فيها حيين تراثيين كتير حلوين بيتميزوا بحاراتهم الحلوة، بيتميزوا إن كان بالزراعة تبعولهم، إن كان بالهندسة النادرة صارت بلبنان. رح تشوفوا قديش حلوة هالهندسة المعمارية وقديش إن هالبيوت حلوين ومحافظين عليهم أهل. عمشيت كمان مشهورة بشجر النخيل، يعني عنا أعداد كبيرة من النخيل، وهذا كانوا يقولوا إنه عمشيت كانت كارفور تجاري لأنها على الساحل. كانوا يقطعوا من الجزيرة العربية تيقطعوا على العراق، كانوا يعملوا محطتهم بعمشيت، كانوا يخيموا ويأكلوا تمر. هالتمر اللي جايبينه معهم هنو قطعين على العراق، كانوا يكبوا هالبلح بهالضيعة هيدي، فبقى فر كتير نخل عنا. حتى في فترة من الفترات سميت ببصرة العراق هاي الضيعة. اشتهر جيلات عمشيت، اشتهروا بالعطاء، اشتهروا بالمحبة والانفتاح. يعني بتفوتي هالضيعة بتحسي تستقبلك تلقائيا، يعني منا متصنعين. اليوم بالوقت الحالي مشهورة عمشيت بفنانينا. اليوم إذا بتسمعي فنانين عمشيت ما رح استرجع عند حدا، لأنه إذا بلشنا نعد من بخيف لقوم انسى حدا، إن كان من ناحية الموسيقى، من ناحية المسرح، أو من ناحية التلحين، أو من ناحية النحت، أو من ناحية كل الفنون بعمشيت. بوقوا أخذوا أسماء كتير كبيرة. لبنان بلد غني كتير بالمراكز التراثية تبعوله، وبشعبه غني، غني بشعبه بمحبة شعبه. بتمنى لكم أنه تقضوا نهار حلو بعمشيت، وبتمنى لللبنانية كلنا روح عن بعضنا، وبدعيكم تجوا عمشيت تشوفوا جمال هالضيعة اللي هو قسم من جمال لبنان. وأهلا وسهلا فيكم. بيتميز كل بيت من البيوت التراثية بعمشيت بطبع خاص، فكل منزل فيها انبنى على طراز معماري وهندسي مختلف عن الآخر، وأدى هالتمازج الفريد بفن العمارة إلى خلق فسيفساء ساحرة بتجمع التراث القديم والأصول الحديثة اللي حافظت على صورة البلدة التاريخية. عمشيت هي بلدة من قضاء جبيل، وهي اشتهرت عمشيت بشغلة مهمة، أنه مع أنها هي أختة لجبيل، بس دائما كانت معروفة أنه جبيل هي المنطقة التجارية وعمشيت هي السكنية. أهل عمشيت كانوا تجار بالبترون وبجبيل وبمنطقة كبيرة كتير منتشرة، كانوا يفتخروا أن يعملوا بيوت حلوة. الحلو فيها عمشيت المختلف عن غير مناطق كلها، عمشيت كان فيها نوع من التنافس العمراني اللي هو عامل لها شيء مميز عن غير ضياع. يعني ما في بيت بيشبه التاني، وما في عائلة بتعمر مثل عائلة، وهي نوع من التنافس بطريقة هيك حلوة برجوازية بس حلوة. كانوا البيوت يعملون بطريقة حتى يستعينوا بمهندسين أجانب بيجوا من اليونان ولا من إيطاليا، لما بتعرف يعملوا تجارة مع برا ويجيبوا معهم مهندسين من برا. اليوم في على لائحة الجلد العام للأبنية الأثرية أكثر من 38 بيت هن أهالي عمشيت وضعون منهم، وهي البيت واحد منهم. وهالبيت يعني بعناصره الهندسية حلو، بس أنه كمان يعني ما بيشبه ولا بيت تاني. هيدا سنة 1850، خلص سنة 1860، أخذ 10 سنين بنائه، واللي عمره صورته هون موجودة بهالبيت مخيل لحود.
وبقول شغلي أنه نحن ما منرمم البيت كحجر، منرمم له الروحية تبعه. مثلا إذا بتتفرج بالبيت تبرم حواليه بتلاقي أغراض كانوا يستعملوها من زمان، وهي ترد نترك بالبيت إشياء من الماضي نتركهم عايشين بقلبه، وصور الأهل يبقوا بقلبه، وحتى صور ناس كانوا زاروا هالبيت. في بيوت بعمشيت مشهورين زاروه الناس كبار، مثل أرنست رونان قاعد عند بيت وهبي، عند بيت زخيا البطريرك الياس الحوي، هو رجل كان موجود بعمشيت، يعني كان عنده محطة بعمشيت، بس يجي من الديمين ويروح على بهالطريق كان على طول موجود بعمشيت، عنده صور بكل بيوت عمشيت، يعني كل بيت كان يفوت عليه عنده صورة فيه. ومهم شغلة أنه المدرسة التراثية عمشيت تبرم، بتلاقي هالبيت اللي عم بسموه أكور انتريور، يعني فيه البهاء الداخلي، وفي منهم بتشوف فيهم الجاليري، فيه الرواء الخارجي، وفي منهم مثلا فيهم الهول سنترال، يعني فيهم شيء مغير بالمرة اللي هن ثلاث قناطر وبالكون من برا. يعني إذا بقول لك كل العناصر الهندسية وكل النماذج الهندسية بالنموذج الهندسي القديم اللي هو التراثي كله موجودين بعمشيت، لبل حتى مزخرفينهم شوي زيادة، لكنه أهليهم شوي أكتر هيك يحبوا يدفشوا الهندسي الأكتر لأبعد من ما هي معروفة بالتراث الهندسي اللبناني. إذا كان المشوار بالشوارع المزينة بأشجار النخيل والغار والبيوت التراثية رح يجذبك لزيارة عمشيت، إلى أنه زيارة شاطئ البلدة الممتد على مسافة 5200 متر يعتبر من أجمل الشواطئ اللبنانية، بيبقى وجهة السياحة المفضلة فيها، خصوصاً بعد ما أنشأت البلدية الكورنيش البحري المميز على طول 2800 متر. بحر عمشيت يعني يمكن من أنظف شواطئ لبنان، بس بأكتريته شطنا يمكن 90% منه صخري صعب الوصول له، باستثناء هالشقفة اللي طولها بحدود 400 متر اللي اسمها شط المعائلة، هاي الوحيدة اللي فيها بلاج، بقت ما بقى صخر صعبة. زيادة عن هالشط في عنا شط اللي اسمه شط البشاش، شط صغير بس نضيف مجهزته البلدية وباستعمال تعاونية صيادي الأسماك، وهو شط مجاني، يعني المواطن بفوت يطلع له شمسية وكرسي وطاولة وكل شيء ببلاش، بس أكله مجبور يدفع حقه، وشط عائلي ومراقب من قبل جمعية تعاونية صيادي الأسماك. بيرجع عنا كورنيش بحري، شطه صعب ولكن هو كورنيش منشان واحد يتمشى يعمل شوية سبور. كورنيش طوله بحدود 2 كيلومتر ونص، مجهز من قبل البلدية، مضوع بالليل على طول مع اشتراك، مجهز ب 8 كيوسكات بخدمة هش الكورنيش. البلدية عاملة جهدها، يعني عاطين دور كبير للبحر ومراقبين كتير كل المشاريع اللي بتطلع قريبة من البحر بخصوص الصرف الصحي تبعه. كمان في ناحية تانية انه شط عمشيت بأكتريته صخري، والصخر نوعه غير الرمل، ما بيرسل بقلبه المواد الملوثة. الشط العمشيتي هو أجمل وأنظف شط بلبنان، كون هالشط كتير نظيف أنشأنا لهالأسباب تعاونية صيادي السمك، مشان يكون عندنا مسمكة أنشأناها تنبيه سمك نظيف للناس، مشان هيك قدرنا أنشأنا مسبح عام مجاني للعموم على الشط، وهيدا المسبح كفى بخلق مسمكة للصيادة. هاي المسمكة بحارتنا بيحطوا السمك فيها وبينباع بأسعار زهيدة، والشروط البيئية إنه سمكة بس من بحارتها، وأنا بتمنى إنه يجوا ياخدوا سمك نظيف من بيئة نظيفة، لأنه شطنا وميتنا خالية من البكتيريا
لأنه نحن اخدين جايزة أولى بالاتحاد الأوروبي وبعتولنا اليوم وفد من صندوق التنمية. نحن رح نفق السمك بالبور تبعنا، كون البور تبعنا 98% مي نظيفي، رح نفق السمك والسمك بس يتولد عنا في بحرنا رح يتوزع على كل لبنان. هيدي من الخطوات اللي عم نقومها هلا اثنين بمشاريعنا من بعد مسمكتنا. برغم غياب الآثار التاريخية اللي بتعود للحقبة الفينيقية، تعتبر عمشيت بلدة قديمة العهد، خصوصاً مع وجود بعض النواويس الرومانية المدفونة قرب كنيسة مار زخيا بالإضافة إلى كنيسة مار جريس. بلدة عمشيت بتتميز أكيد بمنازلها وبيوتها، بس بذات الوقت عندها ميزة بأثاراتها وبكنايسها وبكتير إشياء. عمشيت قطع فيها أثارات أكثر شيء متلاصقة وموجودة حد الكنايس. كنايس انوجدت قرب الأثارات. الأثارات هن إشياء بمراحل بيتركبوا فوق بعضهم، مثلا تكون رومانية بتجي المرحلة البيزنطية بتركب فوقهم، والمرحلة البيزنطية والكنسية هن مرحلتين بيتكاملوا مع بعضهم. من هيك الكنيسة اللي هي نحن موجودين حد هلا مار جريس، منلاحظ الباب اللي ورانا هو باب معالمه هي رومانية، تقوا حده فسيفساء بيزنطي من العهد البيزنطي، ورجعت تكملت وتطورت الكنيسة، ترجع صار في بناء للكنيسة من سنة 1890 هي كنيسة مار جريس اللي نعرفها اليوم. هالمراحل هاللايرز اوف تايم، يعني مراحل الأثارات اللي اجوا فوق بعضهم اليوم انتهت بكنيسة مار جريس. هيدا منلاقيه بكذا مطرح بعمشيت، بكذا كنيسة بالأخص مثل مار زخيا اللي بنعرفها اليوم، كنيسة مار زخيا الأثرية اللي هي واحدة كمان من أقدم كنيس اللي هي معمرة بعمشيت، اللي كمان في حد المدافن الأثرية اللي بيعود تاريخها للقرن الخامس قبل المسيح. وهالشغلة منلاقيها أكثر شيء بعمشيت نفتخر فيها ومنحافظ عليها، وكمان مديرية الآثار كمان عاملة كمان طريقة للمحافظة عليها. ومساقة في كم كنيسة في حدهم هالأثارات اللي هن عاطين شوي غنى تاريخي وأثري ومعنوي لهالحي تبعهم. وللبت كمان بدي زيد شغلة، أنه نحن في عمشيت كمان في شغلة نفتخر فيها، هي الوصلة بين عمشيت وجبال، فيها الجسر التراثي اللي مبنى أيام الانتداب الفرنسي سنة 1931، هو كان اسمه بون دو جاج. بون دو جاج هو اللي بيربط منطقة جاج عبر النهر بجبال. كان هالنهر قديما ياخدوا فيه الأرز عبر التاريخ الفينيقي، نزلوه على النهر ياخذوا فيه خشب الارز مشان يشحنوه عبر التاريخ، يعني على كل بلاد اوروبا مثل ما عملوا الفينيقيين ايام زمان، يعني عم نحكي هذا بالقرن التاسع قبل المسيح. وهالجسر لما اجوا الفرنسيين بنيوا هالجسر عليه، نحن لليوم يعتبر اهم معلم معمر دوران وقت الانتداب الفرنسي لليوم. تألقت عروس جبيل عمشيت بمهرجاناتها السنوية اللي بتحمل اسم ليالي الكورنيش، ويلي بتستضيف فيها نخبة من نجوم لبنان يلي حولوا ساحاتها وشوارعها إلى حلقات فرح متواصل بيتخللها نشاطات متعددة أعطت لمهرجانات البلدة نكهة خاصة ميزتها عن باقي المهرجانات اللبنانية. الحقيقة نحن بعمشيت عنا كورنيش بحري عنا امتداد حوالي 6 كيلومتر. أهمية هالكورنيش أنه نحن موجودين على البحر المتوسط، وفي عنا ساحة كتير حلوة على البحر، وهذه الساحة نحن جبنا من خلال الناس مشان نقدر نعمل هالفستيفال. خلال 3-4 سنين
صار بمستوى المهرجانات الدولية اللي عم تنعمل بلبنان. بالحقيقة هو بلشت الفكرة من فكرة كتير صغيرة. نحن كنا نعمل معرض أو كونفوا للسيارات القديمة، باراد للسيارات القديمة، وكنا نعمل هالباراد بعمشيت لأنه عمشيت ضيعة تراثية فيها بيوت قديمة فيها شوارع قديمة. كنا نمشي هالسيارات كأنه نحن عم نرجع بالحقبة للثلاثينات والأربعينات. أهمية هالشي طورناه مع الوقت، وصلنا ننزل بهالسيارات على الكورنيش البحري، وهونيك نعمل ثلاثة أيام أو أربعة أيام نكون في مهرجان فني متكامل. وجبنا بخلال هالفترة هيدي يعني بهالثلاث أربع سنين جبنا فنانين لبنانية وكلاس آ وعالميين كمان، بيجي على هالمهرجان حوالي 10,000 شخص بكل مرة بعمشيت بهالفترة هيدي. ومشان نستقطب الناس اللي موجودين حول المنطقة، يعني عم نحكي من بيروت لطرابلس، لأنه بتعرفي عمشيت هي سانتر، يعني أهل الشمال بيجوا أهل بيروت. هي عادة بتصير بالصيف، ونحن بنعملها عادة بآخر أسبوع من شهر آب. نحن بعمشيت يمكن الوحيدين يلي بنعمل أربعة أيام، ثلاثة أيام بيبقى الدخول من خلال بطاقات دخول بس، ولكن النهار الأخير اللي هو نهار أحد مندخل فيه السيارات القديمة، لأنه هذا صار له يعني صرنا بنعرف أنه السيارات القديمة وبراد السيارات القديمة هو موجود على الكورنيش بعمشيت. معرض السيارات القديمة، وكمان منجيب منطلع نحن السيارات على بوديوم ومننقي أحلى سيارة، مثل منعمل ديفيلي للسيارات مننقي أحلى سيارة ومنعطي جوائز لأول أربع سيارات أو خمس سيارات. وكمان بخلال هالنهار هيدا بصير فيه مثل مسرحية أو إيفنت صغير، وهيدا النهار بيكون ببلاش، يعني هيدا مفتوح للجمهور، مفتوح لكل الناس إنه يجوا يتفرجوا. وهيدا شغلة مميزة مش صايرة مش بس بلبنان، يعني حتى بالمنطقة العربية عادة معارض السيارات القديمة هي معرض سيارة موقفة منتفرج عليها. نحنا لا، نحنا أكتر منجيب حوالي 100 سيارة وبيمشوا فيهم أصحابهم، وبيطلع صاحب السيارة على ستيج مشان يشرح عن سيارته، وأكيد إذا ربح بس في توزيع جوائزه. عمشيت بلدة قديمة، عمشيت بلدة مضيافة، عمشيت بلدة كتير حلوة، وخاصة إنه موجودة على الخرطة بالسانتر، بين يعني بالسانتر بنص لبنان تقريبا بين بيروت وطرابلس. بهمنا كل الناس يجوا على عمشيت يشوفوا ويتفرجوا على عمشيت. وأهلا وسهلا فيكم بعمشيت. مكتبة ومركز توثيق لتاريخ عمشيت وسالون أدبي مفتوح لجميع الناس، هن جزء من النشاطات الثقافية اللي تقام بشكل دائم بهالمكان يلي بيحمل اسم ذاكرة عمشيت. أنا بدي رحب فيكم بذاكرة عمشيت وأعطي ملخص صغير عن ذاكرة عمشيت. انعملت ذاكرة عمشيت هيدا أقدم بيت بعمشيت محل منا اليوم هون. هيدا كان قديما تاريخه كان فرمشية بأيام الفقر، بس ما كانش في فرمشيات، كان في عائلة آل بدوي فرمشاني هو يعمل عمل فيها فرمشية وخدم الناس مجانا، كانوا يخدموا الناس مجانا. هيدي شهرة عمشيت، حتى اليوم أطباء بتخدم مجانا بعمشيت. اثنين، هيدي الذاكرة انعملت من حوالي 14 سنة. انعملت كان في استاذ أنطوان لحود معنا هون، كان نائب الرئيس معنا، وعملنا ذاكرة عمشيت. الهدف منا ذاكرة عمشيت هي تخزن كل تاريخ عمشيت من أول ما وجد أرشيف لليوم. يعني في عندي كثير مثل استاذ عبد الله لحود، مثل كل الفنانين رح يكون مخزونهم هون، يعني محطوط فيهم كل شيء. صورنا وعملنا سكانر لكثير عائلات قديمة بعمشيت يلي عطت عمشيت، ونحن عم نرشفها بهالذاكرة حتى إذا جيل المستقبل بده يطلع يكون عنده تاريخ، يعرف تاريخ ضيعته. وهالذاكرة هيدي كانت تقدم لعمشيت كل الأشياء الثقافية، لعبت دور كبير من 14 سنة لليوم. يعني كل النشاطات الثقافية كانت تقام بهالذاكرة وتقام مجانا. البلدية هي بتقدم هالنشاطات هيدي، يعني من توقيع كتب، من معارض رسم، أو كل المعارض كلها بنعملها بهالذاكرة. وهالذاكرة بتتألف من طابقين، هون طابق النشاطات الثقافية، وفوق وبكناية عن مكتبي وأرشف التاريخ عمشيت. وهالمكتبة مفتوحة للكل، بس بتعرفي اليوم
كل العالم على الكمبيوتر وهيك، ما عادش حدا يستعمل هالكتب القديمة يلي نحن محافظينها، يلي اجينا تقديمات من السفارة الفرنسوية ومن عدة سفارات قدموا لنا كتب قيمة، ونحن كمان محافظين على الماضي لأنه نحن نستقي من هذا التاريخ. شهرة عمشيت هو من تاريخها، لأنه من تاريخها القديم عم نشرب من هالتاريخ ونكفي هالتاريخ نكفيه من جيل إلى جيل إن الله رأي. إذا كانت البيوت التراثية هي أحدى الميزات الجمالية الموجودة بعمشيت، فالمنحوتات الرائعة المزروعة بمعظم شوارع البلدة أضافت لعمشيت مسحة جمالية خاصة جمعت الثقافة والفن والإبداع بلوحة إنسانية. سيمبوزيوم عمشيت عملناه على سنتين، مرتين جبنا نحاتين عالميين من عدة دول محيطة، كل مرة كنا نعمل مجموعات من 12 منحوتة، يعني مرتين صار عندنا 24 منحوتة توزعوا بفضل بلدية عمشيت، هي كانت سبونسر والداعمة للمشروع، وكان من أحلى السيمبوزيومات وطلعوا الأعمال من أرقى الأعمال، توزعت كلها بعمشيت. أكيد أنتوا عم تبرموا بتشوفوا عدة منحوتات وهي كلها من الصخر كانت. نحن هذا هدفنا إنه نرتقي بالذوق الفني عند المواطنين أو سكان عمشيت. ما عم ربحهم جميلة بس إنه أكيد وقت اللي بيشوفوا منحوتات يمكن العين بتصير تتعود تتقبل الجمال. أنا بتذكر أنا وقت كنا صغار يمكن كنا نبرم بلاد جبال كلها ما كنا نشوف ولا منحوتة، هلأ تغير الوضع كتير، أكيد شيء منيح بفضل البلديات ودعم البلديات ومنهم بلدية عمشيت. أنا بشتغل ستيل تبعي هو ستيل ريال الواقعي الكلاسيكي شوي، في عندي مجموعة كبيرة كمان من البورتريات. المنحوتة هي بتبلش بالأرجيل، بتنعمل بالطين بالحجم اللي بدها تكون فيه، بعدين بتنصب بالجفصين، بعدين من الجفصين يا بتنعمل برونز بقوالب يا بتنعمل صخر أو رخام. هذه اللي عم تشوفيهم هون في برونز وفي صخر، بس الاغلبيه الاكثريه هن جفصين وبطون، هودي الكوبيات موجودين بغير محلات بكل لبنان او بالعالم. ما عندكم حجة أبداً ما تجوا على عمشيت، أولاً لأنه قريبة من بيروت، مناخها حلو، بعمشيت بتقابلوا أطيب الناس وبتذوقوا أشهى الأسماك. أنا بودعكم على أمل التقي فيكم الأسبوع اللي جاي، من هلأ لوقتها أطيب التمنيات ودايماً برفقة تلفزيون لبنان. إلى اللقاء.